اهلا بيكم على الحلقه التاسعه من فوازير رمضان. كل سنه وكلنا طيبين. حلقه النهارده فزوره ونشوف مين هيقدر يحلها. حكم على رجل بالاعدام وعرض عليه اختيار دخول غرفه واحده من ثلاث غرف. الغرفه الاولى بها نيران مشتعله، الغرفه الثانيه بها مسلحون مستعدون لاطلاق النار عليه، والغرفه الثالثه بها اسود جائعه لم تاكل منذ 5 أعوام. ما هي أكثر الغرف أماناً ليدخلها الرجل؟ ولماذا؟ شاركوا معنا الإجابة في التعليقات أو في رسائل الصفحة، وما تنسوش تعملوا شير وتقولولنا إيه الإجابة الصحيحة من وجهة نظركم. كل سنة وكلنا بخير وسعادة.